مشاهدينا أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. رحبوا معي بضيف حلقتنا اليوم وهو السيد خالد الرفاعي أحد مؤسسين جراج كلاش. أهلا وسهلا فيك سيد خالد. الله. نورتنا في برنامجنا الأسبوعي رواد النجاح. سيدي نبي نعرف البداية، كيف تم بداية تأسيس لجراج كلاش؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، معكم خالد الرفاعي أحد مؤسسين جراج كلاش. طبعا نحن بدايتنا كانت في بدينا في مجال السيارات، بدينا في سنة تقريبا 2005 من قبل بداية الألفينات، بس احنا كنا تقريبا أربع أشخاص، أنا وسلطان وإبراهيم هم إخوان وعبد الله أخوي. فكنا نشتغل في مجال السيارات، كانت عندنا الموضوع كان عندنا كهواية بدينا فيها، بداية شبابنا بدينا فيها كهواية في 2005، دخلنا شوية مثل ما تقولي شوية بروفيشنال فيها، بس ما كان عندنا مكاننا الخاص. يعني تريدوا تختصوا فيها بما أنه يعني أنتوا صارت عندكم خلفية أكثر على الموضوع. هي في البداية إحنا كنا ما كان عندنا مثلا جراجنا الخاص، مكاننا الخاص، كنا نشتغل مع يعني نروح لجراجات ثانية، لأماكن ثانية. ما كانت عندكم إمكانية؟ عندنا الإمكانية ندفع فلوس عشان تسوي لنا ونجهز سياراتنا ونروح نسابق في حلبات يعني. فتقريبا لين 2012-2013 شوية بدينا نخف من هالموضوع، يعني شفنا الموضوع أن التكلفة مادية عالية في الأماكن الثانية وهذا، فبدينا شوية نخف فيه. فبعدها تقريبا بدينا شوية دخلنا في الموضوع شوية أكثر بروفيشنال باحتراف مثل ما تقولين، جبنا سياراتنا الخاصة من أمريكا، طلبنا سيارات، بدينا نسابق في حلبات دولية، حلبة في البحرية الدولية، في أبو ظبي، في حلبة ياس، في هالأماكن. بعدين أنا جاني أوفر من فريق الشيخ حمدان بن محمد في 2016 وتوجهت لأمريكا، ومثل ما تقول أخذت الليسن عندهم وبديت الموضوع باحتراف أكثر. رجعت من هناك فقررنا نحن والشباب أن نسوي يعني نسوي مكاننا الخاص، يعني أسسوا شيء خاص فينا، نأسس شيء خاص فينا يعني. فبدينا بأسسنا تقريبا في 2016 اللي هو الجراجنا الخاص اللي هو اسمه كلاش. وصولا الى هذا البزنس، خلينا نتكلم شوي على ابرز خدمات جراج كلاش. شوف احنا تقريبا شغالين على سيارات السباق اكثر شيء، بس احنا مش على سيارات السباق اللي هي في الشوارع، احنا متوجهين اكثر بروفيشنال للحلبات، وطبعا ابدا ما نأيد اللي هو توجه للشوارع. سباقاتنا كلها في حلبات رسمية مدعومة من الحكومة، من حكومة أبو ظبي، من حكومة دبي، من الحكومات الخارجية، روح سابق فيها في الكويت في البحرين. يعني لقين دعم من طرف الدولة؟ هي الدعم والسباقات كلها اللي نشارك فيها من طريق الدولة، في الأماكن جدا مهيئة، الموضوع السيفتي والأمان جدا مهيئ، مثل ما تقولين أماكن الشباب يستنزفون فيه طاقتهم، هالشيء صعب أنت تمنع من الشباب، صعب انك توقفه عن المجتمع، خلاص الشباب حابين هالشيء، فالحكومه يعني مثل ما تقول اتجهت لها التوجه انه مثل ما تقول يعني تلم الشباب في مكان واحد وفي سبل متوفره جميع سبل الامن والسلامه. فبدينا هالبزنس يعني نشتغل في هالموضوع. اكيد بما انه شوي حكينا عن ابرز السباقات او موضوع السباقات، خلينا نتكلم شوي عن ابرز السباقات اللي شاركتوا فيها وابرز الجوائز ما شاء الله اللي اخذتوا. طبعا في بعض الجوائز اللي تشوفينها كنا في 2012 و13 احنا حصلنا عليها قبل ما يكون اللي هو جراجنا الخاص، كثير من الجوائز حصلناها. بعدين احنا ابرز السباقات اللي نشارك فيها تقريبا اللي هو سباق ليوا، وايد سباقات شارك في السعوديه، مثل ما تقول اكبر، هو الحدث الرئيسي في الخليج يعتبر، يعني مهرجان ليوا كامل. هو مهرجان كبير، هي مهرجان لمده 8 ايام، والحدث الرئيسي في المهرجان يكون السيارات، وجوائز اكبر جوائز يعني تنحط لهال يعني مثل ما تقولين للسيارات نفسها. ف
فعندنا وايد سباقات الحين الحمد لله الحكومة شوية فتحت في أبو ظبي، عندنا سباق تلال سويحان، عندنا تل مرعب اللي هو يصير في رأس في شهر واحد من كل سنة، في سباق في البحرين، في سباق حلبة ياس، يعني كثير سباق. احنا بالنسبة لنا الحدث الرئيسي اللي هو ليوة. أكثر المسابقات اللي أخذتوا فيها المركز الأول أي الحين في الحمد لله كبداية مثل ما تقولين احنا كجراج يعني بدايتنا ما كملت 4 سنوات، الجراجات اللي شارك في ليوة طبعا كلها مثلا من 10 و15 و20 سنة، بس الحمد لله مثل ما تقولين عندنا الخبرة الكافية. من بدينا الجراج أول سنة شاركنا في سيارة واحدة بس، ثاني سنة بدينا في سيارتين حققنا المركز الأول، ثالث سنة دخلنا في 5 سيارات، 3 سيارات منها دخلت المركز الأول وسيارة المركز الثالث وسيارة المركز الرابع. والحمد لله العام بعد شاركنا 2000 اللي هي بداية السنة هذه 2019 وحققنا المركز الأول، حققنا المركز الأول بعد في فئتين. طبعا أنا كنت بس عن ليوة يعني. شو الجوائز اللي أخذتوها مثلا؟ المركز دائما هي جوائز ليوة تكون المركز الأول سيارة نيسان، ثم شوفين هالمفاتيح سيارة نيسان المركز الأول. ما شاء الله أخذتوا أكثر من جائزة يعني. هي الحمد لله يعني خلال هالسنتين كل سنة نطلع لنا مفتاحين 3، في 2018 يعني حصلنا 3 إن شاء الله تفتحوا ثلاثة المركز الأول. لكم التوفيق سيد خالد. سيد خالد خلينا نتكلم شوي عن موظفينكم، على أساس شو بتختار موظفينكم؟ والله شوفي نحن مثل ما تقولين في البداية نحن يعني نختار موظفين عندنا أسس معينة، يعني ما يعني يجينا أوفرات كثير يجونا موظفين، بس الحمد لله بحكم الخبرة وإن احنا أنا وسلطان والشباب توجهنا لأمريكا وشفنا الشغل يعني بنطاق أوسع من اللي موجود في البلاد، فنسوي المختبارات نحن شخصياً نشوف هل عندهم الكفاءة أن يواكبون حجم الشغل اللي عندنا، لأن حجم الشغل اللي عندنا كثير وسيارات السباق كثيرة وعندنا زباين حق سيارات سباق كثيرة، فمثل ما تقولين تحتاج أنك شغلك يكون سريع وشغلك يكون بروفيشنال أكثر مما يكون شغل عادي، فنختار على أساس نحن نحطها ونحن نقابلهم فيها. يعني سيد خالد، بما أنه أنت ما شاء الله أحد مؤسسين جراج كلاش، شو رؤيتك المستقبلية؟ والله شوفي طويلة العمر نحن مثل ما تقولي رأيتنا المستقبلية مثل ما تقول إحنا نحاول يعني نساعد في توجيه الشباب لي مثل ما تقولي للسباقات الرسمية، لأن الحين تسمعين كثير من الحوادث، تسمعين كثير من الأمور هذه اللي تصير في الشوارع، يعني أشياء كثيرة، فتوجهنا يعني مثل ما تقولين في البداية نحن نفس يوم كنا شباب احنا بدينا فيها كهواية، فهكهواية كان نروح للشارع وتصير حوادث وتصير كذا، فيوم بدينا فيها كبروفيشنال حبينا يعني حتى المجتمع اللي حوالينا يعني مثل ما تقولين يدخلون في المجال معانا وفي أماكن آمنة وفي سباقات رسمية أكثر يعني. طبعا. طيب سيد خالد، قبل اللقاء تطرقنا شوي إلى البزنس الثاني وعندكم بزنس ثاني، خلينا نتكلم شوي على البزنس الثاني، خبرني أكثر عن الخدمات اللي تقدموها للزبائن. شوف نحن أول شيء أول ما فتحنا الجراج طبعا أنت محتاج أول شيء عمال، محتاج موظفين، محتاج قطع غيار كثيرة عشان تبدأ تشتغل على السيارات اللي تسوي لها أبجريد. كبداية بس بدينا في اللي هو الجراج، بعدين توجهنا للتيونينج، قمنا نبرمج السيارات، بعدين توجهنا نشتغل على الشواص اللي هي تبع السيارات. الحين الحمد لله وصلنا مرحلة يعني قبل مثلا نشتغل نخلص سيارة نسوي مثلا نطرشها مثلا للولدينج ولا هذا أماكن ثانية نسوي. الحين الحمد لله يعني نبدأ نصنع السيارة من الصفر من A to Z من بارس من جميع من أبرز الخدمات يعني. كل الخدمات، بعدين بدينا حسينا ان احنا قمنا نشتري قطع غيار من السوق او نطلبها من برا. فمثل ما تقولين ان الموضوع صار شويه صعب علينا. ففتحنا هذا المحل اللي تشوفينه، هذا المحل نحن نبيع، سوينا قطع غيار الخاصه فينا نحن اللي هي تغذي شغلنا وتغذي شغل زبايننا ونبيع للسوق بعد. فصار كل شيء الحمد لله يعني مثل ما تقول وصلنا لمرحله ان كل شيء مثل ما تقول متكامل عندنا داخل. بالنسبه لصناعه القطع الغيار تكون المانيه او
شو متخصصين بالألمانية أو أي؟ لا إحنا أكثر شيء متخصصين في الياباني وفي الأمريكي، لأن هذا مثل ما تقولين توجه متطلب كثير. متطلب كثير يعني نشتغل ألماني نشتغل هذا، بس شغلنا خفيف فيه يعني، ونحن ما يعني ما نستقبل وايد هذا الزباين يعني، لأن مثل ما تقولين زبايننا أكثر هذا وشغلنا أسرع فيه ودعايتنا تمشي أكثر فيه. يعني أكيد في هالمجال. طيب سيد خالد الحين بيخبرنا عن موقع رئيسي، وإذا عندكم مواقع تواصل اجتماعي. عندنا طال عمرك في الانستغرام مالنا كلاش برفورمانس، وقناة اليوتيوب شغالين عليها، والحين أكثر شيء عندنا وعندنا سناب شات بعد لكلاش برفورمانس للقرار. لكم التوفيق سيد خالد. سيد خالد بما أنه أنتم ما شاء الله لقيتوا دعم من الحكومة، ما بنقدر نقول لك كبير وما نقدر نقول قليل، يعني حكومة الإمارات، خلينا نتكلم شوي على نعمة الأمن والأمان وشو فضل دولة الإمارات عليك. الحمد لله يعني شوفي هذا إحنا أكثر شيء اللي إحنا مرتاحين فيه، يعني إحنا نروح نجرب سيارات الحين نروح هذا، السيارات طبعا سرعتها عالية، السيارات خطرة، السيارات الحمد لله سيارات كاملة يعني مهيئة فيها الأمن والسلامة، بس يعني الحمد لله فضل الله الحكومة يعني وفروا لنا الأماكن المهيئة إن إحنا نسابق فيها، وفروا لنا جميع سبل السلامة، وفروا لنا أسعاف، يعني ما في سباق اللي يكون فيه أسعاف، في مطاف، في دفاع مدني، يعني جميع. هاي من أبرز خدمات الأمان. أبرز خدمات الأمان يعني، والشيء الأكبر إنه وفروا لنا السباق نفسه، إنه صار في دعم من الحكومة، يعني هم يعني يستقطبون يعني مثل ما تقولين هالفئة الشباب هذه لهالموضوع، يحطون جوائز، يحطون كذا، يوفرون الأماكن مثل ما تقولين عشان تخف من. أكيد ما بننسى نشكر حكام وشيوخ دولة الإمارات، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. في الختام سيد خالد فيك تقدم رسالة شكر لإنسان عز عليك أو إنسان كان داعم لك في فترة. والله رسالة الشكر طبعا أقدمها لإخواني اللي هو إخواني اللي هم سلطان، أقدمها لسلطان وأقدمها لعبد الله أخوي اللي هم المؤسسين للشركة والداعم الرئيسي لنا لهذا المشروع اللي بديناه كله، لهذا الجراج اللي هو إبراهيم عكيل اللي هو المؤسس الرئيسي والداعم لنا في هذا المجال. نقدم كل الشكر لأن كل إنسان كان داعم لكم سيد خالد، وإن شاء الله توصل رسالة الشكر عبر برنامجنا عفوا رواد النجاح، وإن شاء الله لكم توفيق سيد. إن شاء الله جزاك الله خير. شكرا لك سيد الكريم. في الختام شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، على اللقاء في حلقة جديدة مع كفاءة جديدة، دمتم في أمان الله.